الشعب قالها جازما: اليوم نأخذ ما اغتصب. عمر الفساد قد انقضى وانتهى وقت اللعب. الضرع جف حليبه والقوت منا قد نهب. يا سراقك كريتو البلاد، يا سراقك كريتو البلاد. سنستعيد كرامة تحت سيل من غضب. شعب الجزائر سيد، كيف يحكمه الخشب؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا في وقفات، الحلقة 36. الشعب قال كلمته لا للدستور الجديد. منذ 3 أيام قال الشعب الجزائري كلمته لا للدستور الجديد، وكانت الرسالة واضحة من الشعب الجزائري الذي قاطع بمجمله وبأغلبيته الانتخابات، وجزء منه قال لا في هذه الانتخابات، مما عادل نسبة 83%، وهي نسبة من قال لا لهذا الدستور سواء مقاطعة أو انتخابا. أما الذين انتخبوا وقالوا نعم لهذا الدستور فنسبتهم من عدد المنتخبين 13%. الرسالة واضحة والرسالة صريحة من الشعب الجزائري أن هذا الدستور لا يمثلنا، وأن هذا الدستور لا يمثل إلا النخبة التي أرادت له أن يمرر رغم إرادة الشعب الجزائري. الشرخ بيننا واضح، واليوم قد عظم العطب. الأصل بيننا ناصع، نحن السلالة والنسب. نحن الجواهر معدنا، نحن المعالي والرتب. رغم ما ادعته الوكالات الرسمية أن نسبة من قالوا نعم هي 66.8% ونسبة من صوتوا بلا هي 23.2%، لكن الحقيقة أبعد ما تكون من ذلك، لأنهم لا يريدون أن يدرجوا في هذا الحساب ما يؤرقهم وما يجعل الطاولة تنقلب عليهم. فالحقيقة أن الشعب الجزائري بمعظمه بل بجله قال لا لهذا الدستور، وستبقى كلمة خالدة في اليوم العظيم، يوم الفاتح من نوفمبر، الذين أرادوا أن يلوثوه بهذا الاستفتاء وأن يمرروا هذا الدستور الذي لا يمثل الشعب، فيكونون بذلك قد ضربوا عصفورين بحجر واحد. لكن الشعب الجزائري كان أذكى منهم وأفيق منهم وأعلم منهم وأفهم منهم، فأطاح بهم ومرغ وجوههم التراب وجعلها صفعة في وجوههم تبقى للتاريخ، أن أجدادنا صفعوا فرنسا في الأول من نوفمبر، وأبناءنا اليوم قد صفعوا هذه العصابة المجرمة أبناء فرنسا في الفاتح من نوفمبر 2020، ليجمع لنا التاريخ هذا الموعد، موعد نصر للشعب الجزائري الأبي المجاهد العظيم. نحن من أهدى النفيس وقت المصائب والكرب، الهدي كان دماءنا فاستحى منها الذهب. شعب الجزائر قاهر للظلم في كل الحقب. شعب الجزائر سيد، كيف يحكمه الخشب؟ الحقيقة أنا لست في هذا الموقف كي أحلل المشهد السياسي مما جرى في الجزائر، ولكنني في هذه الرسالة أود أن أبارك للشعب الجزائري ضميره الحي وهذه النخوة وهذه الجذوة المتقدة المشتعلة في قلب كل جزائري من أجل التغيير، من أجل إبقاء جذوة ثورة فبراير 22 فبراير حتى لا تموت في قلوب الشعب الجزائري. هذه الثورة السلمية التي أدهشت العالم بسلميتها وبوقوف الجيش الوطني الشعبي الجزائري في صف الجزائريين ضد العصابة التي تحكمت في المشهد السياسي لأكثر من 20 سنة. كل الشعب الجزائري عليه أن يفتخر بثورته السلمية، ثورة 22 فبراير، وبالإطاحة بالعصابة الحاكمة. نعم، لم تسقط العصابة كليا، لكنها خطوات في مراحل التغيير. ما زال الطريق طويل حتى تجتث الشجرة الخبيثة
التي ضربت بجذورها في أرض الجزائر من أيام الاستعماري الفرنسي الخبيث. لن تكسروه ببطشكم، بل احذروه إن يوم هام كالجمر يمنح حلمه إن ثار فألسنة اللهب. فيه الشهادة سنة والأنف قد بلغ السحب، إن هب زعزع عرشكم كالموج هز كل العرب. أيها الشعب الجزائري الأبي، إن مراحل التغيير ما زالت أمامكم، وما زال الطريق طويل، وما جرى في الاستفتاء سواء من نتيجة مبهرة ومن نتيجة تبين أن الشعب الجزائري يرفض العبودية ويأبى إلا التحرر ويأبى إلا أن يعيش كريما على أرضه وفي وطنه. وأقول لشعبي وأقول لبلدي ووطني وأهلي وناسي بالجزائر، إن الطريق ما زال طويل، فاصطفوا صفا واحدا أمام العصابة التي ما زالت تحاول أن تجدد جلدها وأن تعود للمشهد السياسي بجلد آخر وبثوب آخر، رغم أن رموزها ظاهرين بارزين لكل جزائري يدرك ويرى ببصيرة ما يجري في الواقع. إن التغيير يحتاج إلى نفس طويل، ولقد رأيت في بعض المواقع التواصل الاجتماعي التلاسن وقذف هذا لهذا على أساس أنه انتخب نعم أو شارك في الانتخابات أو ذلك الذي قاطع. فلا بد أن ندرك أن الشعب الجزائري شعب واحد، قد تختلف مشاربه السياسية، قد تختلف نظرته السياسية، لكنه شعب واحد بأمل واحد وبهدف واحد وبغاية واحدة: جزائر جديدة، جزائر حرة، جزائر تحلم بالحرية على أسس ثورة نوفمبر المجيدة، وعلى ما يختاره الشعب ويتحاور عليه الشعب، كل الشعب بكل حرية من دون إقصاء، لإيجاد مخرج لهذه الأزمة التي تعيشها الجزائر. فاصطفوا صفا واحدا، ولا تتركوا للتفرقة التي حاول النظام القديم أن يزرعها بين الشعب الجزائري، فبين جهوية مقيتة أو عصبية مبغضة أو عرقية نتنة يريد ذلك النظام أن يبقيها بيننا حتى يستطيع أن يتحكم في المشهد، وحتى يستطيع أن يبقى في الحكم كما بقي لأكثر من 50 سنة. يهوي الطغاة جميعهم، لن يبقي فيكم أي رب يطوي المحيط بخليجه ونستريح من الجرب. شعب الجزائر سيد، كيف يحكمه الخشب؟ أيها الشعب الجزائري الأبي، إن المرحلة ليست مرحلة عتاب، بل مرحلة صف الصفوف والوقوف سدا منيعا أمام المؤامرات التي تحيكها فرنسا ويحيكها أبناؤها. أكرر دعوتي لكل الشعب الجزائري، ممن وافق على الدستور أو ممن عارض الدستور: أنتم كلكم أبناء الجزائر، وعدوكم واحد، عدوكم هو الظلم والاستعباد، عدوكم هي الحقرة وهي المرارة اللي عاشتها الجزائر منذ 60 سنة بعد الاستقلال. فلا تجعلوا لأحد بينكم أن يفرق صفوفكم، وحتى الذين خدعوا بهذا الدستور فهم إخواننا وأبناؤنا وأحبابنا، لا يسعنا إلا احتضانهم، ولا يسعنا إلا أن نجعلهم بيننا. غيبوا بينكم لغة الإقصاء، غيبوا بينكم لغة التطرف، واجعلوا بينكم لغة التراحم ولغة احتضان بعضكم البعض. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأسوة الحسنة، فانظروا ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمن آذاه، وماذا فعل بالطلقاء حين فتح مكة، وماذا فعل بأهل حنين. احتووا بعضكم البعض، واجعلوا من أخطأ بينكم جزءا من مجتمع كبير، مجتمع الجزائر الجديدة التي نحلم بها لأبنائنا جميعا. هذه رسالتي في هذا الموقف، وأسأل الله تعالى أن يسدد
إخواننا وأخواتنا في الجزائر وأن يمنحهم البصيرة لتدارك هذه المرحلة التي يكيد لنا فيه أعداؤنا كل المكائد، حتى نتناطح فيما بيننا كما تتناطح الثيران ويبقى العدو جاثما على صدورنا. وإن شاء الله لن نمكنه من ذلك ما دام بين الجزائريين وفي الجزائريين ولاد بلادي لفيقين باللعبة وعارفين ما الذي يجري حقيقة ببصيرة نور الله سبحانه وتعالى وبهدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبسبيل وطريق شهدائنا الأبرار الذين ضحوا من أجل هذا الوطن وضحوا من أجل أن نعيش أحرارا. لن ولن نمكن لفرنسا وأبنائها ما دمنا أحياء بإذن الله تعالى. وتحيا الجزائر ويحيوا بلاد بلادي، وما زال المستقبل يحمل للجزائر خيرا كثيرا بإذن الله تعالى. الله أكبر، والمجد والخلود لشهدائنا الأبرار، وتحيا الجزائر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا حزب يركب موجنا، لا حزب يركب موجنا، لسنا مطية أي حزب. من كان يصنع ذلنا اليوم يجني ما كسب. جزائر حرة ديمقراطية، جزائر حرة ديمقراطية. الشعب قرر واكتفى، فالشرق شرق والغرب غرب، الحق أشرق وارتقى، الأجر أجر والذنب ذنب. للشعب أنتم عبده، للشعب أنتم عبده، والعبد يرضخ إن طلب، إن المذلة لن تقي إن هب ريح من عجب. الجيش منا وشرطة، الجيش منا وشرطة، مثل العروق لنا بقلب، النبض فينا واحد. الشعب أمن والأمن شعب، النبض فينا واحد. الشعب أمن والأمن شعب. نفس الدماء وبذرة، نسل وأوصال وحب، نحن العيون وهم لنا جفن يعانق ما كسب. شعب الجزائر سيد، كيف يحكمه الخشب؟